ونكمل على آخر حاجة احنا وقفنا عندها. طيب نبدأ. الشاشة باينة قدامكم دلوقتي، حد يقول لي لو تسمحوا. تمام. طيب دلوقتي لما نيجي نتكلم على Thermal Control System، زي ما احنا شفنا ان هو Thermal Control System، عايزين نتحكم في درجة الحرارة اللي هي عند الأوتلت. الفلو ريت داخل هو نفسه اللي خارج، مفيش تبادل كتلي ولكن في تبادل حراري. السائل هنا داخل بتمبرتشر تي سي، عايزينه يخرج هنا عند سيرتن تمبرتشر، يعني التي اتش هنا عايزين نتحكم احنا ايه فيها ونظبطها عند قيمه ديزايرد يعني. فاحدى وسائل التسخين اللي خدناها ان يبقى في جاز بيرنر، وعايزين نغير في الفلو ريت اوف ذا جاز عشان اكوردنجلي نغير في الهيتنج باور. اتفقنا ان الـ variable، الـ physical variable اللي بيؤثر بشكل مباشر على controlled variable بنسميه manipulated variable. manipulated variable فالـ block diagram حتى الآن اللي يمثل يعني الـ physical diagram ده، ان احنا عندنا thermal process. زي ما احنا اتفقنا الجزء اللي هو محصور ما بين الـ manipulated variable، وليكن هنسمي الـ heating power ده الرمز Q، والكنترول دي فاريبل تي اتش، يبقى ان بتوين هنسميه بروسيس او ساعات بيسموه بلانت. وباعتبار ان ده ثيرمال او تمبريتشر يعني ثيرمال سيستم، فاحنا هنسميها ثيرمال بروسيس، ثيرمال بروسيس او ثيرمال بلانت. طب الكيو هنا اوتبوت من مين؟ حد يقول لي. اوتبوت من الايه؟ الجاز برنر. برافو عليك. مين اللي قالت جاز بيرنر؟ هايدي، هايدي النحاس. ايوه كده، عايزين اسماء تكون ما جاوبتش قبل كده معانا. هايدي، هايدي النحاس، ماشي اوكي. فجاز بيرنر الانبوت ليه ايه؟ طيب حد يقول لي. هايدي قولي. الجاز بيرنر الانبوت اللي هو البريشر، اللي هو الفلو ريت يعني بتاع الجاز. ايوه هنسميه اف جي بقى عشان ما يتدخلش مع اف ال، صح؟ اف جي اللي هو جاز فلوريت اللي ماشي داخل الايه؟ داخل الفالف. الاف جي هنا يعتبر اوتلت او اوتبوت فاريبل منين؟ من النيوماتيك فالف. والنيوماتيك فالف الانبوت ليه يعتبر ايه؟ طب حد يقول. ايه بريشر؟ فولتج يا دكتور؟ الانبوت دي هو مين اللي قال بريشر؟ انا حسام. سيجنال من واللي بقى حسام ايه؟ طيب او حسام شريف اللي انا بتاعته. فالبريشر كنترول سيجنال اللي هو بي سي دي تعتبر الانبوت للايه؟ للنيوماتيك فالف، اللي هي بدورها اوتبوت منين؟ اوتبوت من الفولتج تو بريشر كونفرتر كومبوننت يعني. واللي داخل بقى لكل دول هو كنترول سيجنال اللي احنا ايه سميناها يو، ادينا لها الرمز زيرو. صح، يبقى ده سو فار يعني حتى الان ده البلوك دايجرام ريبريزنتيشن للفيزيكال دايجرام ده.
ودي مهارة مهمة جدا للكنترول انجينير، اللي هو ازاي الفيزيكال سيستم انتركونكتد قدامه يمثله ببلوك دياجرام، عشان ده هو ده مدخلنا للتناول الرياضي في البداية. ان بعد كده كل كومبوننت من دي او كل بلوك من ده هنبقى محتاجين الديناميك موديل، وكمان هنبقى محتاجين برضو الاستاتيك موديل في المرحلة الاولانية زي ما هنشرح دلوقتي. طيب ايه بقى المطلوب علشان خاطر اخلي التمبريتشر عند certain desired value؟ فاحنا بدأ إذا بدأ عندنا بشكل استاتيك ما يسمى calibration، معايرة تظبيط الرينجز، كل رينج of input signal يقابلها output signal range. فاحنا ممكن لو اتكلمنا عن manual control في البداية، يعني أنا مش هتكلم على automatic control دلوقتي، هتكلم على manual control. manual control وليه مرادف نسميه open loop control. open loop control، ففي الاوبن لوب كنترول او المانوال كنترول هيكون الكنترول سيجنال المصدر بتاعه هو الشخص نفسه او الاوبريتور. فانا اتصور ان في اوبريتور هنا، تمام، بايده بيقدر يزبط طبعا اليو دي، لو هي احنا نتكلم ان هي انالوج سيجنال هتتراوح من 0 لكام، ل 10 فولت مثلا كستاندرد رينج. المصدر بتاعها ممكن يكون ايه، اللي هو موضوع الروتري بوتنشيومتر اللي انا ممكن ايه احنا فاهمينه كلنا، ومن خلال السلايدر هقدر اجيب انالوج فولتج سيجنال الرينج بتاعها بيتراوح من 0 ل 10 فولت، وهاسيوم ان في عدد لا نهائي من القيم ما بين 0 و 10 فولت، يعني براحتي اظبط القيمه اللي انا ايه عايزها. طيب ممكن الفولتج بريشر كونفرتر يبقى برضو كاليبريتد، بحيث الكنترول سيجنال دي في عندنا ستاندرد رينج برضو للكنترول بريشر سيجنال في الصناعة، بيكون من 3 ل 15 اليونتس بي اس اي. بي اس اي اختصاري، حد يقول لي حد مش عارف ستاندرد تمبريتشر؟ لا، PSI دي وحدة قياس بريشر. باوند بير سكوير انش. برافو عليك، مين اللي قال كده بقى؟ اديني اسمك. ممدوح وليد. ممدوح وليد، اوكي. فهي وحدات البريشر عموما فورس بير اريا، صح؟ فورس بير اريا. فممكن تبقى نيوتن بير متر سكوير مثلا، او باسكال، او اول وحدات الانجليش يونتس اللي هي باوند بير سكوير انش. باوند بير سكوير انش اللي هي رطل لكل بوصه مربعه يعني. فالباوند هنا انتوا عارفين الكيلوغرام 2.2 من 10 تقريبا باوند، بس الباوند هنا هيكون وحده كتله ولا وحده وزن؟ وزن. وحده وزن، باعتبار ان هو ايه، ان هو فورس يعني. يعني فورس. فده رينج يعني موجود في الصناعة ستاندرد من 3. يعني إذا لو إحنا حطينا 0 فولتج هنا هيكون إيه؟ هيكون اللي خارج هنا 3 PSI. لو حطينا 10 فولت هنا هيكون 15. in between and we assume linearity عشان التبسيط برضو، وهنتعامل زي ما إحنا قلنا في الكورس مع linear components أو linear systems. طيب برضو لو النيوماتيك فالف ده وصل له 3 PSI بنبقى مظبطين الدنيا، ان الفلو ريت هنا بكام؟ بصفر. لو زودنا البريشر بحيث تبقى العلاقات unless otherwise mentioned هي بتكون دايركت، يعني احنا بنحاول نظبط الرينجز بحيث زايد. لو ده ريفرس على فكره، يعني ده في الاساس هو ريفرس ريليشن شيب، ممكن ده برضه نخليه ريفرس بحيث تبقى العلاقه ما بين الفلو ريت عموما FG والكنترول سيجنال تبقى دايركت. عموما اني هاو الاف جي الرينج بتاعها من كام لكام؟ حد يقول لي بقى، حد يجاوب. يعني الاف جي كرينج هيكون من كام لكام؟ من زيرو ل اكيد اقل حاجه للفلوريت بتكون بصفر، يعني
ل maximum value يعني whatever يعني ال maximum value دي تتظبط زي FG maximum. طيب هنا بقى بيبقى فيه automatic ignition يعني اشتعال automatic مع وجود أي flow rate هنا, بحيث إن لو في zero flow rate هيبقى في zero heating power صح؟ يعني إحنا ممكن نتكلم على heating power هنا Q برضو من zero watt إلى Q maximum watt in power units يعني. فاحنا لو ضمننا يبقى اذا حد يقول لي بقى لو احنا حطينا 10 فولتج هنا السيستم ده بحيث يبقى الهيتنج باور هنا هي كيو ماكسيمم تسخين اكتر ما يكون يعني هيتنج باور, وتبقى التمبريتشر اكتر ما يكون. اذا لاي كنترول فاريبل يوجد ما يسمى كنترول رينج. طيب حد يقول لي اكزامبل كده للتمبريتشر تي اتش از كنترول رينج ممكن يبقى من كام لكام؟ ممكن يا دكتور من الروم تمبتشر لحد التي ماكس. ايوه برافو عليك صح. اسمك ايه؟ عمر محمد عمر يا دكتور. طيب عمر محمد عمر اوكي. فهنا زي ما زميلك قال فعلا ان مينيمم هيبقى ما في زيرو هنا مش هيبقى في اي تسخين, فهتبقى مش الروم تمبتشر بقى انا صحح لك, هيبقى التمبتشر اللي هو داخل بيها, لان تي سي هنا داخل بيها جايه من مرحله انتاج سابقه مش شرط تبقى الروم تمبريتشر صح ولا لا. وماكسيمم اللي هو بقى لو احنا زودنا يعني الهيتنج باور وصلنا الماكسيمم دي اكيد هتبقى ماكسيمم. فناخد اكزامبل مثلا, هناخد اكزامبل من 30 درجه مئويه ل 80 درجه مئويه, يبقى تي اتش هنا دي بيسموها كنترول رينج ودي بتبقى كاليبريتد. يعني هنا لو حبينا في السيستم ده تقول لي ظبط لي درجه الحراره تبقى 90 درجه مئويه اقول لك ده اوت اوف كنترول رينج مش هقدر طبعا, ولا ظبطها لي تبقى 10 درجات يبقى احنا عندنا كنترول رينج نقدر نتحرك فيه. طيب حد يقول لي بقى كده ان انا عندي حاجه اسمها اوبريتنج كونديشنز adjustment اللي هي تظبيط ايه؟ تظبيط ظروف التشغيل. ف الـ operating conditions adjustment هنا بيبقى given ما يسمى TH اللي هو controlled variable عموما bar. فالبار هنا هيكون معناه ايه؟ معناه الـ operating value of the controlled variable, بمعنى القيمة اللي أنا عايز أشتغل عندها. طبعا ده معناه the desired value of the controlled variable in physical units. يبقى الكلام اللي انا قايله ده ممكن تكتبه انت بعد كده, انت عندك التسجيل اهو اللي هو الاوبريتنج فاليو اوف ذا كنترولد فاريبل او ذا ديزايرد فاليو اوف ذا كنترولد فاريبل ان فيزيكال يونتس. فاحنا هتبقى دي جيفن اكزامبل, هنقول ان تي اتش بار is to be مثلا ناخد مثال 60 درجه مئويه, دي اول حاجه بتبقى given في الاوبريتنج كونديشنز ادجستمنت. ايه المطلوب هنا بقى؟ يبقى required ايه؟ required u bar تساوي كام؟ هيكون ايه بقى معناه u bar؟ معناه the operating value of the control signal. طبعا احنا عندنا في الشكل ده الـ input هنا هو U control signal U, وفي الـ physical diagram الحاجة اللي أنا بظبطها بإيدي هي U فعلا من خلال الروتر. الـ U bar هنا حد يقول لي أظبطها على كام فولت؟ دكتور ممكن لو معانا الجراف بتاع الاثنين مع بعض نشوف الكورسبوندنج فاليو بتاع الاوتبوت. برافو عليك. طب تعمل لي عندك وتخليني يو بار تساوي كام؟ يبقى زميلك هنا استبق اديني اسمك بس لو تسمع. مارك عصام. يبقى انت هتبص يعني ان ريديوس ذا فاشن
بشكل في بلوك دياجرام ريدكشن، يعني ان كل الدنيا دي هتبقى بلوك واحد داخل له يو خارج تي اتش، صح؟ اه مظبوط. يعني الانترميديت رينجز دي برضو يعني دي حاجه موجوده بس انترميديت، لكن جلوبالي هيبقى الانبوت يو واللي خارج تي اتش، الانبوت يو واللي خارج تي اتش، ودي باينه اكتر في البلوك دياجرام. يبقى كان عندي بلوك دياجرام بلوك واحد داخل له يو خارج اتش، واليو من 0 ل 10 يقابلها من 30 ل 80 درجه اس تي اتش يعني. فاقدر اعمل الستاتيك اي او ريليشن شيب، او حتى اجيب الالجبريك ايكويشن از ستاتيك موديل اللي بيربط ما بين يو وتي اتش. فانت لو مديني تي اتش بقيمه 60 اقدر اجيب اليو اللي اتحقق لل 60 دي، صح ولا لا؟ ولما احسبها تطلع مثلا بكذا فولت، اقوم جاي هنا مانيولي بايديا اقوم مظبطها على البوتنشيومتر هنا واحددها كانبوت كنترول سيجنال. فلو حطيتها هنا فعلا هيضمن لك ايه؟ هيضمن لك التي اتش بار المطلوبه فعلا، والدنيا تبقى كويسه جدا. فحد يحسبها لنا كده ويمليها لنا يا جماعه. يبقى اليوبر ها 6 فولت 6 بالظبط. ايوه دكتور، حد موافق على الكلام ده؟ انا ما حسبتهاش. 7.5 7.5 7.5. طب الال 6 حسبها ازاي؟ عملت لينير ريليشن شيب الرينج بتاع الفولت على الرينج بتاع التمبريتشر بيساوي الفولت اللي احنا عايزينه على الرينج الثاني اللي هو 60 ناقص 30. فطلعت والحسب طبعا وشويه من حسب طبعا وشويه دي عملت ايه؟ هو الرينج بتاعنا يا دكتور قلت من 30 ل 80 صح؟ ايوه. طب انا ضربت 60 في 10 وقسمت على 80. لا دي غلط بقى، لان اللي ده لو كانوا الاثنين في الانبوت وجود الانبوت يخلي كلام زميلك هو اللي صح. تمام. فانت قول لي بقى القيمه كانت كام؟ 6 فولت يا دكتور. بس 6 بالظبط دي ما اعرفش هل دي صح ولا لا، يعني ما هي 10 على 50 في 30. طب حد تاني يكتبها لنا ويقول لنا، يعني حد يكون بيشتغل برضه معانا. انا عملتها 6 برضه يا دكتور. انا طلعت معايا 6 برضه يا دكتور. على 50 على 10 350 فيها 6 صح. يبقى 6 فولت دي صح يا جماعة. هو اللي قال 6 انا خدت اسمه صح، مارك عصام ولا لا يا دكتور؟ مازن سيد. ايوه مازن سيد. مازن سيد، برافو عليك يا ناس، صح كده. يبقى دي 6 ايه؟ 6 فولت. يبقى انت لو جيت هنا بايدك انت عملت البوتنشيومتر ده ظبطته بحيث يطلع 6 فولت، يبقى ده هيضمن لك هنا درجه مئويه لا. طبعا احنا هنا لو احنا اتكلمنا عن شكل دكتور معلش ممكن اعرف حسبتها ازاي؟ اللي حسبها يقول طب تاني دكتور احمد. لو خدنا 2 بوينت يعني 0 و30 و10 و80 وعملنا ايكويشن لينير هيبقى التمبريتشر ماينس 30 بتساوي 5 في اليو انبوت. ايوه
هي دي linear interpolation كده؟ اه بالظبط كده. تمام. فاحنا لو شفنا U as function of time وشوفنا temperature TH as function of time وكان هنا 0 فولت, فهنا حد يقول لي temperature هنا بكام في المنطقة دي؟ temperature هتبقى بكام؟ يعني هنأسيوم حتى ان هي ايه مقدارها 30 درجة صح؟ فجأة انت هتفترض انه فجأة خليت الـ U بقيمة U بار اللي هتساوي 6 فولت. الـ TH هتتحرك ازاي؟ حد يقول لي. يبقى الـ TH عايزة تروح لـ 60 درجة صح؟ بناء على الحسابات بتاعتنا. يبقى المفروض هو ان هي تروح لـ 60 درجة. طيب هتروح لها بشكل مفاجئ ولا بشكل فيه ترانزينت؟ بشكل فيه ترانزينت. فيه ترانزينت بس احنا ما يهمناش بقى شكل ترانزينت عشان كده نحط كده واخد بالك, وبعد كده هي ايه هتستقر على ال 60 دي. ده مفهوم بقى الاوبريتنج كونديشنز ادجستمنت بشكل مانوال, ان ما يهمناش الترانزينت, يهمنا ستاتيك ريليشن شيبس او ستاتيك موديلز لكل كومبوننت يعني او سب سيستم, وعلى ستاتيك بيزيس بنظبط الاوبريتنج كونديشنز. انت لو صبرت شويه فعلا هتلاقي ان درجه الحراره وصلت ل 60 درجه مئويه. طب انت عايز تظبط درجه الحراره عن 60 درجه مئويه وهي اتظبطت, ايه بقى المشكله يعني؟ في ايه المشكله يعني؟ لو كان ما فيش مشاكل كنا الحقيقة ساعتها كنا استغنينا عن كورسات التحكم الآلي, وكان يعني الناس رايحت دماغها وناس كتير شافت شغلانة تانية يعني في التحكم الآلي ده, وكنا اكتفينا بالكلام ده. يعني احنا حاليا مش محتاجين dynamic models خالص صح ولا لا؟ احنا مجرد calibration و range adjustment وoperating conditions adjustment خلاص. desired value اللي انت عايزها انا اقدر اوصل لها بشكل open loop manual, that's all يعني. المشكله دكتور في حاجه, في حاجات فاكتورز هتاثر على درجه الحراره ديت زي النويز مثلا, وزي مثلا الفريكشن مع الانابيب والحاجات ديت. درجه الحراره ممكن ما تثبتش, ممكن يبقى في ويند مثلا ولا في اي حاجه. يعني مش هنقول فاكتورز بقى, يعني مش هنقول مصطلح فاكتورز. يعني في حاجات, في ثلاث حاجات تؤثر على التمبريتشر اللي هي الحاجه المهمه بالنسبه لنا. يعني خلي بالك لما اقول كنترول دي فاريبل عايز اظبطه عند 60 درجه مئويه, ده دلاله على ايه؟ دلاله ان البرودكت ده كفلوريت رايح لمرحله انتاج لاحقه صح؟ ولما التمبريتشر هنا تبقى عند 60 درجه مئويه as we need, ده يدل على كواليتي محدده للمنتج النهائي صح ولا لا؟ تخيل درجه الحراره هنا بقت 65 درجه مئويه, ده هيؤثر على كواليتي ولا لا بتاع المنتج؟ وجايز يبقى فيه تلف لهذا المنتج. يعني واحد درجه مئويه ممكن تؤثر على الكواليتي بتاعه المنتج whatever يعني المنتج ده ايه بشكل دراماتيك, يعني بشكل ان هو ممكن يعني يترمي, او بشكل ان هو يبقى باد كواليتي فيتباع ارخص, او يعني في دول لا تسمح بباد كواليتي اساسا يعني. فايه الحاجات اللي ممكن, انا هنا مظبط اليو ككنترول سيجنال انها تبقى 6 فولت وخلاص, الراجل ده نام وعامل حسابه على ان التمبريتشر هنا 60 درجه مئويه وكله تمام. ايه الحاجات اللي هنا, ايه العوامل اللي هنا ممكن تؤثر على الكنترول دي فاريبل بخلاف الكنترول سيجنال؟ طبعا اللي يؤثر بشكل مباشر وواضح من البلوك دياجرام على الكنترول دي فاريبل هو الكنترول سيجنال صح؟ يعني في اي وقت انت عايز تخلي درجه الحراره 50 هتعيد الحسابات مره تانية وتحسب يو بار الجديده وتظبطها توصل ل 50 ماشي. يبقى other than the control signal affecting the control variable ايه بقى؟
ايه الحاجه ممكن نفكر لو مساحه التبادل الحراري لما درجه الحراره تزيد مساحه التبادل الحراري تزيد اصلا الايه مساحه التبادل الحراري ممكن لما درجه الحراره تزيد مساحه التبادل الحراري اللي هي الماسوره اللي في النص دي المساحه نفسها تزيد بحصل تمدد الماتيريال دي اخترتها وخلاص يعني احنا عندنا في ثلاث حاجات تؤثر على الايه تؤثر على كنترول دي فاريبل ودي تخليه ايه يتغير عن القيمه اللي احنا عاملين حسابنا عليها طبعا يبقى احنا هنقول اربع حاجات يا سيدي الكنترول سيجنال تؤثر طبعا على الايه على كنترول دي فاريبل كنترول سيجنال صح ولا لا دي اكيد طبعا واضح ان كنترول سيجنال تؤثر على كنترول دي فاريبل ودي مقبوله ودي مسموح بيها الحاجات الثانيه بقى اللي تؤثر على كنترول دي فاريبل اللي احنا برضو نوهنا عنها قبل كده اسمها disturbances او perturbation مصطلح ايه perturbation او disturbance حاجة اخرى اللي هي parameter variations ان يبقى في internally في حاجات بتتغير في الايه في السيستم يعني او ما يسمى ايه faults ان يبقى في ايه اعطال بتحصل الاربع حاجات دول هم مصادر التاثير على control variable الكنترول سيجنال احنا فاهمينها صح ولا لا طب موضوع البارامتر فاريشن ده معناه ايه طبعا واحنا زي ما احنا شفنا في الدايناميك موديلنج لما بنيجي نكتب الديفرنشال ايكويشن او حتى الاستاتيك موديل يعني بيبقى فيه coefficients في العلاقة الرياضية coefficients دي نسميها إيه؟ نسميها parameters هل هي على أرض الواقع بتتغير ولا ثابتة؟ إحنا for simplicity نقول إنها ثابتة وبالتالي السيستم يعتبر time invariant صح؟ لكن في بعض parameters بوضوح ممكن يتغير مع الزمن بشكل very slow بشكل يعني ممكن يقعد شهور ثابت وفجأة يتغير زي مثلا السبرينج ستيفنس هل السبرينج ستيفنس دي اي نعم هي بارامتر هل هي ثابته فوريفر ولا بيحصل ايجنج للسبرينج دي فيحصل ان يعني الكاركترستكس بتاعته تتغير صح فده يعتبر بارامتر فاريشن لو احنا بنتكلم على فريكشن كوفيشنت يعني ممكن طبعا في الصيف غير الشتاء صح ولا لا بنتكلم على resistance الresistance في حد ذاتها برضو زي ما احنا اتفقنا مع مرور تيار كهربي بتسخن فهي قيمتها برضو بتتغير slightly اي نعم بس بتتغير صح ولا لا وهكذا يبقى كل coefficients في differential equations طبعا ده بشكل رياضي لكن على ارض الواقع مقابل البارامترز ايه physical components in hand فعلا القيم بتاعت البارامترز دي بتتغير يعني لو في كتلة مثلا لصاروخ مثلا طالع وبيبقى فيه وقود بيتحرق فالكتلة نفسها بتتغير برضو مع التايم مش ثابت وهكذا يبقى ده تأثير البارامتر فاريشنز على الكنترول دي فاريبل صح فانت لو في بارامترز بتتغير ولا حاجة وانت مثبت الكنترول سيجنال هتلاقي الكنترول دي فاريبل بيتغير نتيجة لتغير الايه البارامتر فاريشنز تغيير البارامتر فاريشنز الحقيقه احنا بنتناوله في احد الكورسات في بكالوريوس ولا حاجه اللي هو في الادفانسد كنترول سيستمز او في الادابتف ما يسمى ادابتف كنترول فده مش موضوعنا في الكورس ده ولكن اهو مصدر من مصادر تغيير الكنترول فاريبل مصدر اخر بقى احنا بنهتم بيه وعلشان خاطره في الاساس كمان معمول الكنترول هو موضوع disturbances أو perturbations بمعنى أنه يوجد physical variables تؤثر على controlled variable ولكن مش في إيدينا خالص إن إحنا نغيرها هي مفروضة علينا حد يدينا أمثلة بقى ل disturbances أو perturbations في هذا السيستم دكتور هو مثلا لو الفلو ريت ده اللي دخل لي من العملية اللي قبل كده يعني كميته قلت أو أكيد اللي قال كده باسم حسين باسم حسين
انا مبسوط ان بس انا خدت اسمك قبل كده. تمام. بس النهارده خدت اسماء ناس اكتر من المره اللي فاتت، والمره اللي فاتت كان اكتر من اول مره، فده برضو مؤشر ايه كويس ان شاء الله. زي ما زميلك قال ان الفلو ريت اوف ذا ليكويد تو بي هيتد هو في حد ذاته از فاريبل يؤثر على كنترولد فاريبل. بمعنى ايه بقى؟ ان الفلو ريت ده هو جاي من مرحله انتاج سابقه ورايح زي ما هو لمرحله انتاج لاحقه. فهو لو جاي احنا بنعتبر، خلي بالك بقى معايا، احنا بنعتبر ان تي اتش بار اللي هي مطلوبه يقابلها ايه؟ دي يقابلها ايه؟ يقابلها certain FL bar صح؟ ويقابلها certain TC bar ويقابلها certain environmental temperature bar ويقابلها اي حاجة تانية ايه؟ تعتبر انا بعتبرها عند some operating value. ولكن هل الحاجات دي fixed؟ هل الحاجات دي fixed as I assume؟ لا، يعني الحاجات اللي انا مشاور عليها دي اسيوم ان هي فيكسد عند الاوبريتنج فاليوز دي، لكن على ارض الواقع هي بتنحرف عن هذه القيم. يعني الانفيرمنتال تمبريتشر هل ثابته عند قيمه انا شغال عندها ولا بتتغير براحتها؟ والصيف غير الشتاء وغير الربيع غير الخريف صح، وغير كل يوم كمان. يبقى اذا انا بعتبر الانفيرمنتال تمبريتشر از ا فاريبل ديستربنس. طب الكولد تمبريتشر اللي هو داخل بيها دي برضو بتتغير على حسب مرحلة الانتاج السابقة. طب لو تي سي زادت ده هتعمل شيفت في التمبريتشر ككل صح؟ يعني تي سي لو زادت هتعمل ايه؟ هتعمل شيفت في التمبريتشر ككل، قلت برضو نفس الشيء وهكذا. فانا مش هاسيوم بقى تي سي تكون عند الاوبريتنج فاليو از ات از، لا بتتغير. طب تغيرها ازاي؟ يطلع زي ما يطلع مش عارفين. نفس الكلام اف ال، انا بعتبر ان في سيرتن فلو ريت ماشي، لكن على ارض الواقع اف ال از فاريبل. ده الفرق بين البار فاليو والفاريبل. يعني اف ال از فاريبل، لكن اف ال بار دي فيكسد بقى اسيومد اوبريتنج فاليو. فكل فاريبل احنا بنبقى عارفين الاوبريتنج فاليو بتاعته صح، كل فاريبل بنبقى عارفين الاوبريتنج فاليو بتاعته وباسيوم ان هو عند هذه الفاليو، لكن على ارض الواقع هو ايه؟ هو بيتغير، وتغيره يؤثر طبعا على الاوتبوت. دكتور اي اتفضل. هو الاف جي برضو تعتبر منهم ولا لا؟ لا، الاف جي ده فاريبل انا بغيره عن طريق كنترول سيجنال. يعني اي سيجنال بتتغير بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق كنترول سيجنال انا ما بعتبرهاش ديستربنس صح؟ يعني ما تقوليش البي سي بقى ديستربنس والاف، لا، دي انترميديت سيجنالز في طريق تاثير الكنترول سيجنال على الكنترول فاريبل نعتبرها ديستربنس. ممكن ديستربنس اخرى اعتبرها ايه؟ احنا لما بنغير في الفلو ريت of the gas flowing inside the valve احنا بنعتبر ال pressure across the valve constant ولا لا؟ لكن هو على الارض الواقع ممكن برضو ما يبقاش constant. فاحد مصادر ال disturbances هنا هي ال pressure pneumatic valve صح؟ تمام. faults بقى، ممكن في faults تؤثر ايضا على ايه؟ معلش يا دكتور، طب ايه اللي هيغير ال pressure على pneumatic valve؟ ايه اللي هيغير ال pressure؟ ما هو التيوب اللي جايه من هنا دي جايه منين؟ جايه من مصدر البريشر، قصدي جايه من مصدر الغاز الطبيعي او السولار او البنزين صح؟ فالله اعلم بظروفه بقى ايه، مجايز يحصل هناك ايه، اي برضو حاجات من الديستربنسز او البارامتر فاريشنز او الفولتس تؤثر عليه. تمام. فالبريشر هنا احنا وي اسيوم ان هو ثابت، لكن هو على ارض الواقع بيتغير. فاحنا اتفقنا ان الفلو ريت فلوينج ان سايز اوف فالف بيتاثر بفرق التو بريشرز وبيتاثر بالستيم بوزيشن. فاحنا لو اخترنا الستيم بوزيشن عشان يغير في الفلو ريت بين اسيوم ان البريشر ديفرنس ثابت بين اسيوم، لكن هو على ارض الواقع ممكن يتغير. والتغير وي هوب ان هو يكون مش سيفير، يعني
التغير ايه يكون بسيط. ودي برضو نقطة بقى هنفهمها بالتفصيل لما ندخل في النون لينير سيستمز ونعمل لها assumption هي في linearized. فلو في severe change يبعدنا عن الassumption ده وشغلانا كده يعني. لكن لو system linear هيبقى مفيش مشكلة في severe change لأن linear يعني أنا بتحرك في range كبير جدا وبنassume يعني أنه كبير ودايما العلاقة linear فمش فرق كتير. المهم وجود فولت بقى وجود فولت هيؤثر ايضا على ايه؟ هيؤثر ايضا على controlled variable. يعني انت لو هنا حصل تسرب مثلا leakage, لو حصل تسرب هنا انت عامل حسابك على flow rate محدد لكن حصل تسريب منه فالflow rate هنا قل عن اللي انت عامل حسابك عليه فيؤثر ولا لا. حصل اي damage في اي منطقه اكيد هتؤثر على الاوتبوت. فإحنا لو اشتغلنا في open loop ومش شايفين كل الحاجات الثلاثة دول ثلاث مصادر دول فهنلاقي إن الأوتبوت طبعا على البلوك ديجرام إحنا بنرمز للديستربنسز بالإيه بالأسهم دي صح. يعني هنا نقول التي إي والتي سي والإف إل وممكن البي سي البريشر يعني بتاع سوري مش البي سي سوري البريشر أكروس ذا فالف البي جي يعني أو دلتا بي جي ممكن نضيفها برضه. فده أهم عيب من عيوب الأوبن لوب إن يحصل شيفت أو دريفت عن الأوبريتنج فاليو وإحنا مش دريانين وإحنا مش عارف. فما ينفعش الكلام ده ما ينفعش الكلام ده. طيب إحنا نلجأ للكلوز لوب بقى. إحنا نلجأ لما يسمى إيه لما يسمى كلوز لوب كنترول. وتعالى نفهمه من وجهة نظر انه هو manual closed loop. manual closed loop يعني ايه؟ يعني الانسان هو اللي هيتولى موضوع المراقبة. فاللي هيحصل هنا ايه؟ اللي هيحصل هنا ان هيبقى فيه وسيلة لقياس controlled variable. احنا لو حطينا هنا عارف يعني ازاي ثانية واحدة اجرب عايز انقل الرسمة دي كلها تحت معايا. مش عارف ازاي. طب هو نسخ حلو ما قال لي الحته دي استنيني بقى. علامه بيست فين هل دي؟ عملت بيست هنا طب استناني كده لو احنا ايه عملنا دي كده يبقى احنا عندنا هنا تي اتش وايه واف ال وداخل ب اف ال و تي سي. المهم فهنا ممكن نحط بقى ترمومتر في المنطقه دي اوكي. الاوبريتور اللي هنا يعني لو في عندنا بوتنشيومتر هنا ودي عند جراوند ودي 10 فولت وعندي هنا اوبريتور
الاوبريتور ده ايده هتبقى على ايه؟ ايده هتبقى على السلايدر ده صح؟ وعينه على ايه يا جماعه؟ عينه على التمبريتشر يعني عينه على الايه التمبريتشر دي. وباستمرار بقى الاوبريتور دوت شايف التمبريتشر، هي احنا عند 60 كنا ظبطنا دي عند 6 فولت، فهو لاحظ ان درجه الحراره بقت 64 درجه مئويه كده، يعني هي بتزيد بقت 62 درجه مئويه. فانت لو مكانه هتعمل ايه؟ هقلل الفولت شويه. برافو عليك، صح كده. يبقى انت في زياده نتيجه لاي مصدر من مصادر التغيير، انت بتاخد كاونتر اكشن من خلال الكنترول سيجنال، سواء تقللها او تزودها بحيث تزيل اثر ايه؟ اثر تزيل اثر المصادر الاخرى للتاثير على الكنترول فاريبل. مين اللي قال نقللها؟ باسم. ايه؟ باسم حسين. خدت اسمك قبل كده. عايزين وجوه جديده يا جماعه. طيب لو لقيتها 55 مثلا 56 اكيد هتزود ايه؟ هتزود هنا صح؟ بحيث تعمل كاونتر اكشن. يبقى هي قلت بتحاول تزودها، زادت بتحاول ايه؟ تقللها من خلال مسار الكنترول سيجنال. طيب لو احنا كده قفلنا اللوب ولا لا؟ كده قفلنا اللوب عن طريق الانسان الاوبريتور الموجود ده. فاحنا عايزين بلوك دياجرام ريبريزنتيشن للسيستم والانسان جزء منه، هنمثله ازاي بقى؟ احنا ممكن يا دكتور نعمل فيدباك من الدي اتش لليو، ويبقى الحته دي هي الهيومن بيعملها. لو اعتبرنا ان كل البلوكس اللي فوق دي اوبن لوب داخلها يو وخارج تي اتش، وكل البلوك ده عملنا لها ريدكشن انتو سنجل بلوك صح؟ فهيبقى الشكل بقى بتاع الفيدباك ان احنا بناخد فيدباك من السيجنال كده، و ايه المكون ده؟ طيب هيبقى اسمه ايه اللي انا بكتبه ده؟ هيبقى سنسور بيدي ترانسديوسر ار تي دي او ثرمومتر. اولا خلي بالك البلوك اللي فوق ده هسميه ايه؟ اوبن لوب سيستم. البلوك اللي فوق ده هو ريدكشن لمجموعه بلوكس ورا بعض صح؟ صح، بدايه من يو لتي اتش. فده هنسميه بقى، شوف كده المصطلح المشهور ده برضه، اوجمنتد ثيرمال بروسيس. اوجمنتد معنى ايه؟ مجمع. يبقى كلهم ايه؟ متجمعين داخل كنترول سيجنال يو وخارج الكنترول فاريبل تي اتش. فهنا انا هستقي الكومبوننت دي، حد يقول لي اللي هو الثرمومتر زي ما انت قلت. بس الثرمومتر ده القرايه بتاعته بتخرج او الاوتبوت منه بيخرج ايه؟ بيخرج ريدنج. الريدنج هنا انا همثل بقى، شوف بقى كده الكومبوننت دي اسمها ايه؟ هيومن اي او اوبريتور اي، العين الانسان نفسها. ده مكون موجود بيقرا، بياخد القرايه دي، وحد يقول لي السيجنال اللي هنا اسميها ايه؟ السيجنال اللي هنا كنترول سيجنال، تبقى الايرور الاول اللي بيشوفه الشخص مانيبيوليتد. يعني السيجنال اللي هنا دي على الفهم ده اسميها ايه؟ فيدباك سيجنال. ايه؟ فيدباك سيجنال. مين اللي بيقول كده؟ إيهاب. إيه؟ إيهاب إبراهيم. خدت اسمك. طيب يبقى دي، برافو عليك إيهاب، اسمها feedback signal but in voltage إيه؟ representation. لأن أنت عندك العين هنا بتاخد القراية وبتحولها إلى تمثيل كهربي داخل المخ، صح ولا لأ؟ تمثيل كهربي داخل المخ. يبقى إذن السيجنال دي اسمها feedback signal but in voltage representation. انت بتعمل ايه بقى؟
in your brain. انت كما لو كنت بتعمل الشغلانة اللي انا همثلها دي. كما لو كنت بتعمل الشغلانة ايه دي. ان انت بعمل differentiation يا دكتور. بعمل differentiation. هو الالم الظاهر ما محتاج يتشحن. قطع النفس خالص. يعمل ايه بقى؟ استنى. ندي له فرصة بس يتشحن. مين بيقول بعمل differentiation؟ ايوه انا. يعني بمعنى ايه differentiation؟ يعني هقارن هعمل difference ما بين القراية اللي كانت بين difference calculation و differentiation. ايوه تمام انا قصدي كان difference. نعمل difference يعني في المنطقة دي اكيد هنحسب الفرق ما بين desired value of the controlled variable صح وما بين الفيدباك سيجنال ان فولتج ريبريزنتيشن. ساعتها بقى desired value او الريفرنس ده هيبقى ان فولتج ريبريزنتيشن also of TH ولا لا. يبقى احنا عندنا مصطلح لديزايرد فاليو desired value of the controlled variable in physical units دي بنسميها الاوبريتنج فاليو of the controlled variable. وعندنا ما يسمى desired value of the controlled variable in voltage notation أو in voltage representation. دي بقى اللي احنا بنسميها reference أو set point. يبقى احنا عرفنا دلوقتي مفهوم set point أو desired value أو بالشكل العام اسمه reference. يبقى reference هو voltage representation of the desired value أو desired evolution. لأن احنا زي ما احنا اتفقنا احدى الحالات ان احنا نبقى عايزين نمشي controlled variable as we desired in time. وده بيسموه trajectory صح ولا لا. الفرق ما بين الريفرنس وما بين الفيدباك ان فولتج كله نوتيشنز يمثل ايرور ولا لا. يمثل ايرور. الايرور ده لو كان بوزيتيف هيكون معناه ايه؟ ان الكيبل اللي انا عايزها اكبر من ال يعني لو انا مثلا بعمل مثلا فيدباك معنى كده ان القيمه الموجوده حاليا اقل من المطلوب. بالظبط. فده معناه ان انت محتاج تزود اليو ولا تقلل اليو؟ لا ازودها. ازود اليو. برافو عليك. طب والعكس بقى لو كان الايرور نيجاتيف معناه ان اليو ايه تقل. تمام. طيب هنا هل اعمل انا ايه بقى؟ هل الـ increase أو الـ decrease ده of the control signal مش هو يعتمد على الـ error؟ يبقى الـ U is function of the error. هذه الـ function دي بقى الـ function دي هل هي linear function؟ هل هي static function أو static relationship ولا dynamic؟ dynamic. احنا لو الاوبريتور يعني اتمنى ان نكتب دلوقتي. ايوه تمام. يبقى هنا ده الرمز بتاع ايه؟ بتاع ان في عندي ريفرنس وعندي ايه الفيدباك ان فولتج نوتيشن وهنا في ايرور. الايرور هنا هيبقى كأن في بلوك يمثل الفانكشن applied على الايرور او الريليشن شيب ما بين الاوتبوت والايه والايرور. اولا الايرور ده احنا يعني نقول ان هو incremental variable. ما معنى incremental variable؟ يعني انا يعني بعالجه بس مش مره واحده. بعالجه على فتره مش يعني بس مصطلح incremental variable يعني بتروح على الصفر انه وارد يكون positive وارد يكون negative. بس هذا مفهوم incremental variable. يعني اذا بيتارجح حوالين الصفر. ممكن يزيد يبقى positive وممكن يقل وبعد كده يتخطى الصفر ويبقى negative عادي. يبقى عشان كده احنا بنقول ان الايرور ده is an incremental variable صح ولا لا. طب الايرور لو كان بصفر معناه ايه؟
معناه ان انا عند السيتنج بوينت عند الريفرنس. يبقى انت محقق الريفرنس. فاحنا التفكير بتاعك انت از ان اوبريتور از ا هيومن، يعني از ا هيومن، ان انت عندك اليو بار محسوبه صح، يا بتزود عليها يا بتنقص منها اكوردنج لايه، اكوردنج للايرور كوانتيتي. فاحنا كما لو كان عندنا ريليشن شيب في دماغك بتعمل لها ابلكيشن وبتخرج ما يسمى انكريمنتال كنترول سيجنال، وهنرمز لها بالرمز يو هات. يعني اذا الهات هنا هتبقى محجوزه بالنسبه لنا ان هي انكريمنتال نوتيشن، تمام كده كاتفاق. في ناس تانية تستخدم الهات كمصطلح اخر وهكذا، مفيش يعني. زي احنا عندنا البار هنا، البار احنا استخدمناه في ايه لما نقول تي اتش بار، طبعا في اللوجيك نقول ان هو النوت بتاع الفاريبل، لكن هنا احنا مستخدمينه ان هو اوبريتنج فاليو. الهات ايضا احنا استخدمناها كاتفاق بيننا وبين بعض في هذا الكورس ان هي انكريمنتال ايه، انكريمنتال يعني للدلاله على ان ده انكريمنتال فاريبل. فاذا نيو هات معناها ان ده incremental control signal، كما لو كان هناك incremental control signal بشكل رياضي بيتم حسابها as function of the incremental variable اللي هو الايرور، واللي خارج بيتم اضافته على ايه، وده الرمز طبعا summation اهو، بيتم اضافته على control signal ك operating value of the control signal u bar، والناتج يدخل ايه، يطلع يبقى total control signal اللي هي u. يبقى في الحالة دي لو الايرور بصفر اليو هات هتكون بصفر، واليو هتبقى هي اليو بار اللي بيضمن لك تي اتش بار، مفيش مشكلة. طيب لو الايرور زاد اليو هات هيزيد، هيضاف على اليو بار فاليو تزيد زي ما احنا متوقعين، والعكس الايرور لو نيجاتيف اليو هات هتبقى نيجاتيف، تقل من اليو بار صح، لان انت نيجاتيف هتضاف على يو بار هتبقى يو. يبقى في النهاية اليو هتتراوح من 0 ل 10 فولت as total variable، واليو بار كونستانت فاليو احنا حسبناها اللي هي 6 فولت. اليو هات دي بقى هتبقى ايه؟ هتبقى وارد تكون بوزيتيف وارد تكون نيجاتيف، اللي هي انكريمنتال كنترول سيجنال، انكريمنتال كنترول سيجنال. اما اليو هي التوتال كنترول سيجنال، واليو بار اللي هي الاوبريتنج فاليو اوف ذا كنترول سيجنال. الاوبريتنج فاليو اوف ذا كنترول سيجنال ليها اسم اخر مشهور ويطلق عليه preload control preload value. يعني كلمة preload value معناها ايه؟ معناها ال operating value of the control signal. وليه سميها preload؟ لان احيانا ال disturbance او ال perturbation يسموه loaded change، جاية من الميكانيكال سيستمز، ان انا لما اغير اللود ولا اغير الكتلة تعتبر ايه؟ تعتبر parameter changement، او احيانا ال disturbance برضو يسموها loaded changement. فبري معناها قبل ما يحصل disturbance حساباتك ايه، عشان كده ادوها الاسم preload value. تمام، واضح الديجرام ده يا جماعة؟ واضح الشكل ده؟ طيب الجزء ده كله موجود فين؟ يعني الجزء ده موجود جوه الهيومن ولا لا؟ بيمثل الاوبريتور كبلوك ديجرام representation. طيب الفانكشن دي بقى اللي هي كريليشن شيب يربط ما بين يو هات وإي، زي ما احنا قلنا قد تكون ستاتيك ريليشن شيب او قد تكون دايناميك. احنا هنا لو احنا استخدمنا اوبريتور يبقى اذا هذه الفانكشن تعتمد تماما على هيز اون اكسبيرينس صح ولا لا؟ لو الشخص ده استبدلته بشخص اخر هتبقى خبرته مختلفه. كمان ما فيش حاجه اسمها ان اوبريتور يفضل عامل مراقبه control the variable بشكل continuous 24 ساعة، لأن في systems شغالة forever، فهتغير ورديات هتجيب 3 operators في اليوم وكل operator ليه الخبرات بتاعته صح ولا لا؟ فده طبعا مش هينفع الاسلوب ده خالص، ان احنا نستخدم manual feedback control system. فاحنا لابد من استبدال الoperator ب automatic control system بقى، ان احنا برضو يبقى احنا بنفهم ايه اللي بيحصل، وانا استبدل كل حاجه من دي بايه، بالكتريكال سيستم نستعيد بيه عن الايه، عن الاوبريتور.
الحكاية دي هتكون هي بداية مدخلنا للحصة الجاية، وهنبقى في الحالة دي ابتدينا ندخل في عمق في حتة الأوتوماتيك كنترول سيستم، وساعتها يبقى إيه المطلوب. ده هنضطر ندخل بقى في دايناميك موديل وفي إيتش كومبوننت وإيه خطة العمل. كل ده إن شاء الله هنبقى هندخل فيه بعمق في المرة الجاية. من هو إيه اللي انتوا بتاخده مع المهندس سارة الموضوع لابلاس وإنفرس لابلاس عشان نكون خلصناه، فندخل بقى في الإجراءات الرياضية اللي تمكننا من إيه من إتمام المهمة بتاعتنا. هل في أي سؤال حتى الآن يا جماعة؟ لو في سؤال اسأل. في أي أسئلة؟ طب لو ما فيش أسئلة حد يقول لي ما فيش، كله تمام. تمام. طيب نتقابل المرة الجاية. الله يخليك، مع السلامة. Stop sharing. Stop recording.